فيلم بيتر اوف زيد. تبدا قصه الفيلم بمنطقه مسيطر عليها الزومبي، وبعد ما انعدمت البشريه بشكل كامل بقى بس رجال وزوجته عايشين بهاي المنطقه، واللي هم كراهام وزوجته اللي اسمها بيج. وبصباح احد الايام كان كراهام قاعد من النوم وطلع حتى يشلع بعض الفواكه من الشجره اللي موجوده ببيته، فلما يطلع يشوف اكو اعداد من الزومبي واقفين على باب بيته وكانوا يحاولون يدخلون للبيت، فيروح عليهم بدون خوف او قلق وبدا يصافحهم ويسلم عليهم واحد واحد. ونعرف انه كراهام بدا يتعود على العيشة ويا كائنات الزومبي لان عاش وياهم هاي الفترة، لكن هنا كراهام يلاحظ بنية متحولة الزومبي ويعرف انه هاي اسمها ماريا وهي صديقة زوجته، ويحزن عليها لانه هي تحولت الزومبي. وبهاي الاثناء يشوف اكو طيارة فوقهم، وهاي الطيارة كانت تدور على الناجين حتى تنقذهم وتاخذهم المناطق اكثر امان، بس هو ما اهتم الفرق الانقاذ وما انطاهم اي اشارة للانقاذ. بعدها رجع لداخل بيته وبدا يحكي ويا زوجته، وكراهام كان معتقد انه الزومبي مسيطر على العالم كله ولابد من انه يجي الزومبي للمناطق الاكثر امان، ويعتقد ان الامان موجود فقط ببيتهم وماكو اي داعي للاتصال بفرق الانقاذ ويعرضون نفسهم للخطر. بعدها راح الباب بيته ولقى اكو رسالة من فريق الانقاذ وكان مكتوب بيها انه الزومبي انتشر بكل مكان، بس هو ما شوفها زوجته حتى لا يزيد خوفها اكثر واكثر، فقرر انه يضم الرسالة. وبهاي الاثناء كانت زوجته بيج ضايجة من قعدتهم بالبيت لان هي ما تحس بالامان بسبب دوران الزومبي حول البيت، وهي ما تقدر تطلع لانه جراهام كان مانعها من الخروج، وهي اعتقدت بأن حياتها اندثرت بعد ما كانت رسامة محترفة واعتقدت أن كل مواهبها اندفنت. بعدها تروح لزوجها وهو يقول لها أنه شاف صديقتها ماريا وهي متحولة الزومبي، فبيك تطلع وتنصدم لما تشوفها متحولة الزومبي وتحزن كل شهواية على صديقتها، وتلاحظ أنه ماريا لابسة الإسوار اللي هدتها إلها بيك، وبيك ما قدرت تأخذها من عدها لأنه ماريا تحولت الزومبي وممكن تصيبها بالعدوى. وبهاي الأثناء زوجها يأخذها ويدخلها للبيت، ولما يجي اليوم الثاني جراهام يلمح بطل مشروب كحولي قريب من جدار البيت فيحاول يسحبها من خلال العصا، بس هاي العصا كانت قصيرة وما قدر يسحبها. بعدها فكر انه يقفز من فوق الجدار حتى يجيبها، بس فجأة الزومبي انتبهوا عليه وهو خاف وتراجع وعرف انه اذا الزومبي لزمه راح يقتلوه بنفس الثانية. بعدها نشوف بيك وهي كانت ترسم لوحة فنية، بس هاي اللوحة كان رسمها سيء لدرجة كلش كبيرة، وهي وصلت لهاي المرحلة بسبب الظروف اللي مرت بيها. بعدها انتبهت على درج البيت وهو كان مقفول، لكن هي فتحته وبدت تدور على الشغلات اللي ضامها جراهام وعرفت ان زوجها هو اللي قفله. وهسه نرجع لجراهام وعرف انه كل اصدقائه تحولوا الزومبي، وهو صدم وبدا يقفل كل الابواب والشبابيك حتى يمنع خروجهم. ولما خلص رجع لزوجته وحكى لها عن اللي شافه وحذرها انه توصل لبيتهم، لكن بيك تعصب والضوج لما عرفت وقالت له انه هم صار لهم 3 أسابيع محبوسين بالبيت والاكل والشرب بدا يخلص عندهم، وتقول له احنا لازم نطلع من هذا البيت باسرع وقت. لكن وهي تحكي ويا زوجها تسمع صوت طائره هليكوبتر، فتروح تركض حتى تنطيهم اشاره على مود يشوفوهم، وهي كانت شايله قطعه قماش حمراء، بس للاسف الطياره ما شافتهم وعبرت من منطقتهم، وبيج ايست وفقدت الامل. بعدها دخلت للبيت وبدت تفكر بطريقه حتى تقدر تطلع من بيتهم وتقنع زوجها، فتروح على جراهام وقالت له انقذ نفسك وانقذني وروح اقتل اصدقائك وابدا بصديقك مارك قبل لا يطلعون من البيت ويقتلوك، وبهيك حاله احنا راح نقتل الزومبي القريبين ونجيب الاكل. بس هو رد عليها وقال لها انا موافق بس بشرط انه تقتلين صديقتك ماريا لانه هي ايضا متحولة الزومبي وممكن تهدد حياتنا، وبوقتها اذا قتلتيها راح تقدرين تسترجعين السوار مالتك اللي موجود بايديها، واني مباشرة راح اروح اقتل صديقي مارك على الرغم انه هو ما كان ماخذ من عندي اي شيء وانا اللي اخذت من عنده. وهنا بيك توافق وتروح، ولما توصل تاخذ السيف من زوجها وتحاول تقتل صديقتها، بس قلبها ما ينطيها وتتراجع. بعدها ترجع للبيت وتبقى تبكي وتقول لزوجها انه هي تحس نفسها ميتة بداخل البيت، بس هو يرد عليها ويقول لها انا كنت احس بنفس الاحساس وايضا كنت احس بالملل والاكتئاب، لكن بعدها قبلت العيشه ووافقت على هذا الوضع لانه حياتنا حاليا هي منعزلين تماما عن الناس وعن صعوبه الحياه، لانه احنا ما ندفع الضرائب ولا ندفع فواتير المي والكهرباء ولا نسمع ازعاج الناس ومشاكلهم، وكل شيء بالحياه موجود عندنا مجاني وماكو احلى من هذا الشيء. وبيك لما سمعت كلام كراهام عرفت انه هو وصل مرحله من الجنون بسبب العزله اللي عايشها بداخل بيته، لانه ماكو اي شخص يفرح بهاي الحاله اللي هم بيها، وهي بقت ساكته وما حكت اي شيء. وبهاي الاثناء صوت الزومبي قاطعهم وكان مالي المكان بالكامل، بس فجاه كراهام يعصب وياخذ السيف ويروح ويقتل واحد من الزومبي، وبعدها يرجع للبيت وهو ضايج لان الوضع ما كان سهل عليه انه يقتل شخص لان هو مو سفاح ومو قاتل، وهاي اول عمليه قتل إله. ولما يجي الليل بدا هو وزوجته يلعبون بقطعه صغيره بغرفتهم، وبصباح اليوم الثاني كراهام يشوف اكثر من زجاجه مشروب كحولي خارج البيت فيقرر يروح ويجيبهن، فيروح يلبس خوذه ويلبس
ملتبس ثقيل حتى الزومبي من يهجم عليه ما تأثر عليه العضة، وبعدها يقفز من الجدار ويحاول يجيب المشروبات الكحولية، بس فجأة يطلع عليه الزومبي وهو طلع السيف وحاول يقتله، لكن تردد وما قدر يقتله وبدأ يجمع الزجاجات. وبهاي الأثناء يطلع زومبي ثاني ويهجم عليه، لكن هنا هو يطلع السيف وقدر يقتله، بس فجأة يشوف شاب أسمر وهو يباوع عليه بنظرة مرعبة وعرف إنه هو سليم وما صاب بالفيروس، لكن هو عافى وراح. بعدها جراهام أخذ الزجاجات ورجع قفز من الجدار ودخل للبيت، لكن الزجاجات تنكسر وتبقى عنده زجاجة واحدة سليمة، فقرر يضمها حتى زوجته ما تشوفه. وبهاي الأثناء طلعت زوجته فسألته عن سبب الصوت اللي صار، لكن هو قال لها أنا كنت أنظف بالبيت وأني أعتذر لأنه أنا سببت لك إزعاج. بعدها قرروا ينفهون عن نفسهم ويتعشون سوا ويسوون جو رومانسي، وبالفعل بيج راحت تسوي الأكل وجراهام كان يرسم، وبعد فترة قصيرة اكتمل الأكل وبدوا يأكلون سوا وكان الطاولة وأجواء رومانسية. وباليوم الثاني كان جراهام يقضي وقته بالرسم، فتجي بيج عليا وأخذته وياها حتى تشوف الاختراع اللي صنعته، ولما جراهام شاف الاختراع مالتها بدأ يستهزئ بيها لأنه الاختراع ما عجبه، فبيج الضوج وتأخذ الاختراع وذبه بمكان النفايات، لكن هنا تنتبه على مكان النفايات وهو مليان وهو مثل العادة يكون فارغ، واعتقدت إنه هو بيه أشياء مهمة، فراحت بكل حذر من الزومبي وجابته، ولما فتحته شافت بيه منشورات إرشادية، وهاي المنشورات كانت الطيارة ترميها للناجين، وتعرف إنه زوجها كراهام كان يضمهن عنها، فهي الضوج وتعصب، لكن فجأة يدخل عليهم الزومبي للبيت ويبدأ يهاجمها، وهي تبقى تطلب المساعدة من زوجها، بس هو ما كان يسمعها لأن هو كان يرسم وحط سماعات بإذنه. وبهاي الأثناء بيك قررت تدافع عن نفسها وتقاتل الزومبي، وفعلاً نجحت وقتلته. وبعدها راحت تزوجها وهي معصبة لأنه ضم عليها حقيقة المنشورات، بس هو يقول لها أنه فرق الإنقاذ تبعد مسافة طويلة علينا، وإذا حاولنا نروح فرح تجتمع علينا كائنات الزومبي وتقتلنا لأنه الطريق مليء بالزومبي وبيتنا هو المكان الآمن. فهي تقتنع وتسكت لأنه عرفت إذا طلعوا حياتهم راح تكون بخطر. وبهاي الأثناء قررت تسهر الليل كلها بالحديقة حتى تأشر للطيارة، وكان بإيديها لايت حتى تنطي إشارة لأي طائرة تمر، وتبقى سهرانة للصبح وما إجت أي فرق إنقاذ. وأثناء الصباح تدخل للبيت وهي محبطة، لكن هنا تنصدم لما تنقطع عندهم الكهرباء والغاز والمي، وهي توقعت إنه نهايتهم قريبة، بس كراهام يرد عليها ويقول لها إنه هم عندهم مي احتياط وعندهم مولد كهرباء احتياط، والمولد راح يشغل 10 ساعات فقط وهم لازم يقتصدون بهاي الساعات. ولما يجي الليل يتعشون على الشموع بسبب انقطاع الكهرباء. بعدها راح كراهام حتى يرسم، وبيك كانت قاعدة مقابل الشباك، لكن فجأة تسمع أحد مسؤولين الإنقاذ وهو يحكي بالراديو ويقول إنه أي شخص يريد ينجو لازم ينفذ التعليمات، ويبدأ يردد التعليمات الواجبة عليهم يسووها. وبالفعل بدت بيك تحضر الأدوات، وهي كانت قماشتين، واحدة حمراء والثانية صفراء، وكانت تخلي القماش الحمراء على الأرض والصفراء تأشر بيها لأي طائرة تمر، بس هي كان حظها سيء وما حد شافها من فريق الإنقاذ. وبهاي الأثناء تخلص بطاريات الراديو وبيك تفقد الأمل. وباليوم الثاني كانت بيك تنظف البيت من دم الزومبي اللي قتلته، بس تلاحظ صوت طيارة الإنقاذ، ولما بيك حاولت تجيب القماشتين تتفاجئ بعدم وجودهن وعرفت إنه كراهام هو اللي ضمهن، ولما تدور عليهن تلقاهن بدولاب الغرفة وتبدأ تعصب من عنده وتضرب بيه، فقالت له أنا رسلت عنوان البيت الفريق الإنقاذ وهم راح يجون وينقذوني. وكراهام يتفاجئ ويقول لها ما حد راح يجي. وبهاي الأثناء كان صديق كراهام اللي اسمه مارك يحاول يطلع من البيت، فكراهام راح حتى يقفل الباب عليه ويأمن انه هو ما يطلع، لكن بيك استغلت فرصة انشغال كراهام وقررت تهرب من البيت، وهي لهت الزومبي بقطعة صغيرة وبدت تفتح الباب بهدوء وطلعت. ولما كراهام يرجع يشوفها ما موجودة وبقى يدور عليها ويعرف انه هي طلعت وهربت من البيت. وبعد فترة جدا قصيرة ترجع للبيت وتقول له انه الزومبي تشرب بكل مكان وعبروا جدار البيت. وبهاي الاثناء يجي مارك ويهاجم كراهام، بس كراهام ما كان يريد يقتله لأن هو كان صديقه. بعدها ينجبره كراهام ويضربه براسه ويقتله، وهنا يقول البيك إن هم لازم يطلعون من البيت بأسرع وقت ممكن حتى يحمون نفسهم، لكن ينصدمون لما يعرفون إنه أكو أحد من الزومبي عض بيك بظهرها، وبيك تعرف إنه بعد وقت قصير راح تتحول الزومبي عدائية، بس كراهام يطمنها ويقول لها إنه هذا مجرد جرح بسيط لا أكثر وأنت ما راح تتحولين، ويقول لها أنا راح أخذك وياي وراح أخليهم ينطوش اللقاح، لكن بيك بدأت تحس بألم شديد بجسمها وعرفت نفسها راح تتحول، فاعتذرت من زوجها عن كل شيء أذته بيه واعتذرت من عنده لأن هي ما سمعت كلامه وبقت بالبيت، بس كراهام يطمنها ويقول لها إنه الإنقاذ راح يوصلون. وبهاي الأثناء يغمى على بيك وكراهام يعرف بحقيقتها فيحاول يقتل نفسه لكن هو ما يقدر. وبصباح اليوم الثاني تتحول بيك الزومبي وتبدأ تهاجم زوجها وهو كان يحاول يبعدها عنه وما يقتل
إلها ويعتقد إنه أكو علاج إلها، فيحاول يطلع من البيت لكن يتراجع لأن كان الزومبي منتشر بالبيت بشكل كامل. بعدها يرجع ويتخذ قرار إنه يقتل بيج لأن هو ما عنده غير هذا الحل حتى ينقذ نفسه، ولما يقتلها يبقى يبكي ويحزن على زوجته. بعدها يدخلون عليه شخصين وهم الشاب الأسمر اللي شافه وياه بنية، وهو كان معتقد إنه هم فرق الإنقاذ وقال لهم بعد ما يفيد وجودكم لأنه بيج ماتت وهي كانت تنتظركم، لكن نعرف إنه ذولا كانوا مجرمين وسراب. فالبنية ضربت كراهام برصاصة براسه وكراهام مات، وهم دخلوا للبيت وسرقوه، وتنتهي قصة بيك وكراهام، ولهنا تكون نهاية الفيلم.